السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بروجكت براوزر. البروجكت براوزر باختصار هو بيحدد لي كل حاجة موجودة في المشروع. فلو احنا بصينا كده هلاقي إن هو جايب لي الفيوهات. الفيوهات دي اللي أنا بلاقي فيها اللوح بتاعتي، سواء 2D أو 3D أو سكاشن، أو لو في صور أو في ريندر أو في ريفيجن، كل حاجة بتبقى موجودة هنا. بعد كده بلاقي الليجند. الليجند ده اللي هي رموز الحاجات اللي انا بستخدمها، يعني مثلا عندي سلم فبكتب جنبيه ان ده سلم ماسك كذا في كذا، عندي رمز زي دوت فانا بكتب جنبيه ان ده باب ولا شباك ولا ايه بالظبط. عندي سكادولات، ده بيعمل لي حصر المشروع كله، جدول بعمله مره واحده وبظبطه اوتوماتيك. اول ما بعمل اي حاجه في المشروع هو بيرد الحاجه ديت ويحطها في السكادول. الشتات لا كذا اسم شيت او فريم او لاي اوت اللي هي الباندا بتاعت المشروع. الفاميليز دي اللي هي عبارة عن زي البلوكات في الاوتوكاد، بس هنا بنسميها فاميلي اللي هي الوحدة بتاعت المشروع كله. بمعنى ايه؟ يعني الباب ده عبارة عن فاميلي، الشباك ده عبارة عن فاميلي، الترابيزة والكراسي كل واحد فيهم عبارة عن فاميلي. فاميلي ليه؟ لأن هي عاملة زي العائلة، يعني في صفات مشتركة، يعني مثلا الكرسي دوت والكرسي دوت والكرسي دوت في صفات مشتركة بينهم، ومع ذلك كل عنصر ليه صفات خاصة بيه زي العيلة. تبقى مثلا عيلة فلان كل الأشخاص اللي فيها فيها صفات مشتركين بينهم من بعض، وكل واحد ليه صفة خاصة بيه، دي الفاميلي. جروبس دي لما اكون عامل جروب من كام فاي ممكن اعمل كريت جروب، فبلاقي هنا الجروبات. هنا ريفت لينك لو انا ساحب اي ريفت لينك عندي. تمام، لو احنا بصينا في الفيو بلاقي ان عندي فيوز اول، فكل العناصر هنا موجوده. تمام، ممكن انا اقول له لا انا مش عايز الفيو اول، لا انا عايز الديسبلين، فيروح عرضهم لي حسب الديسبلين. architecture coordination لو في تكييف يعرضوا، لو في كهرباء يعرضوا كل واحد لوحده. ممكن اقول له هنا في الفيو ديت تمام انا مش عايز حسب الديسبلين، انا عايز حسب الفيس. تمام، يبدأ يعرضه حسب الفيس، يعني حاجة خلصت او مخلصتش او متأجلة. ممكن اقول له اعرض له حسب التايب، وبعد كده ديسكريبشن، يعني اعرض لي مثلا فلور بلان، وجوه الفلور بلان اعرض لي ارتكشر كوردينيشن برضه سيلينج، جواها اعرض لي الاقسام اللي موجودة هنا. وممكن ابدا اعدل في الحاجات دي، يعني ممكن اجي هنا كليك يمين واقول له طيب بروبرتيز، واجي على واحده فيهم مثلا اقول له دوبليكيت واديها اي اسم حسب الحاجه اللي انا اعملها، وادخل فولدر هقول له رتبهم لي، رتب لي الفولدر ده حسب مثلا الفاميلي او حسب التايب او حسب الشيت نمبر او حسب الفيو نيم. تمام، ابدا ارتب حسب الحاجه اللي انا عايزها حسب الديسبلين. مثلا فلتر ممكن اقول له ما تظهرليش غير التايب بتاعه مثلا بيساوي كذا، او ما تظهرليش غير الشيت نمبر بتاعه بيساوي كذا او بيبتدي بكذا. دي حاجات بتبقى كويسة، ممكن اعمل واحدة مثلا للميكانيكا وواحدة للكهرباء وواحدة للمعماري. تمام، ممكن اقول له مثلا شيت نمبر واقول له اللي بتساوي كذا، واروح مدي له حاجه قيمه معينه، او البرنت سيت او الديسبلين مثلا الديسبلين بتاعه ارتكشر، يبقى هو كده ما يظهرليش غير اللي هيلاقي الديسبلين بتاعه ارتكشر. اوكي تمام، دي من ضمن الحاجات البسيطه اللي بتخلينا نتحكم في المشروع. يبقى مثلا عامل واحده ارتكشر واحده استراكشر او اي حاجه تانية، فمجرد ان اقف هنا واجي هنا واجي اروح احدد مثلا انا عايز ايه، بحيث ان انا ممكن يكون عندي كذا واحد شغال على المشروع كل واحد عنده تفاصيل التفاصيل. فيبقى انا ببساطة لو انا ميكانيكا هاجي هنا اقول له هات الميكانيكا، لو انا معماري هقول له انا عايز المعماري، لو انا استراكشر وهكذا. تمام، اتمنى يكون الموضوع افكه، والموضوع يعني خاص بتنظيم شغل الريفت، ودي حاجة مهمة ان شاء الله. اخوكم عمر سليم او سلبيم.